صحيح يا جماعة، نيت ميسي صوت ملي صوت أنا حبس في مرة تقليل مثل تنوبة نم مرحبا مرحبا لك تسعم دير تقليل دي التلفزيون نيت زير أنا في دو كوزة تباقيون سوشيال شيدو فرد دي دي نسير مدام قرن إلى البرامج تدور مخير عندي شك اللي تتعدم بالمستوى نو هاتي تفيد دولي صوت التمر ستمر ستخضر منه انتو اتنى باسم إلى دي باسم منه وتسعين دي منه ويمدنون دي منه وبسلات من غير المواضيع اللي كان أمر مين اسمه كز مع اسم شاء الله اللي كان قديما سرى نتعفر إلى أتعطت في التسعين كان برانديو كوبا إن مرحبا بيسان دام تريحلو دو التنباشا من انتزنا التفاعل تسي تشكرة تسي تهاني سي سخصيص إمار مجرى أغلى أنبارا إن شاء الله إلى أتعطت كوبا لمرحبا الوسو دي كل برود فعلى اسمه كز زين توفينا اسمه بس الحمان الله دي تنوى ودري نتموت عنيد زياس بخصوص صحانتي اللي عندي أغلى إن شاء الله هذا صحانتي اللي نتوى بعد ستيني إن شاء الله تمد الأحوال إذا من يتمرنا يولان نتموت نتزير تمر اشتقل توزيع تتعاد مع دكتور بمكة صلاح اللي نسوي معه في قلب سمعزة سيبو وحيز اللي نجد كتابة صلاة تزعلك دي أهل نتمرنس الشيخ أبو لقان بيس عمدس دي أهل نتمرنس نتموت نتزير بالجهاد الثوري سلسوس وسنزواني تموت نتزير سويجل لعيدي الشباب لعيدي الاستقلال والشباب تقنية سنة تخصص الكوكب الرياضي نغرم التجنيد اللي يسجل تظاهرات أقم صلاتك تنعم بحياتك لأنني سجلت بالتنسيق مع مركب العالي هذا نتمرح نتزير نعرنديس منه عفوا نعرنديس منه انت 40 من الودة لأنني تتمرح نتزير مش مرة تنوبانا مش مرة تقنية تجربة تنوبانا مرحلة مع تربعة المخيم الرواد لأنني تخصص للطلبة إلى نظر دانية ديتمن ديتنا أنبو مدرس باعوا التطفيق عبي تنوبة مرحبا وزبط بيت كتنا سيان بابتان إيلو تنجرون إيلو توتان باشرين انتجان إيلو خدام دمارش خصوص رطالت نصيف سخصوص تربوسات مخاب مدرس مرطوران نختار بوسات ندالات الاندران دي وغلان نغضي إيلو تنوى نتمر نتزاين شارع ديك تحشتا إلا ندرنا سبهان أول العطلت نون فدوم غون وساني وسلسي نتوجد سيدي الفرح دمتار حبس الدكتور بكسارح دي ساحة ديشتان بارش سيدي الفرح دمتار وشيطة معه من قوة تنبارش شكرا ويوسف ما حسب وشيط مروي التوري شو دع سيدي قبل السن ما دعت الحموين لا سيدي غشي شكرا لي شكرا لك شو عرضة فلنا جاون تقيمة تنبارش لأن خصص مش يعطي المقدمة تنوين التنوبة يدين وجوز إلى نجد اكتبا صلاة زالك دي أهل التنوص يجو إلى العمل الصحفي بالهم من الدوس إلى المشترعس شيخ أبو الفضل شعر أنه هو وسوسي حق الصغر والسنين ونتسب أن غمزان ينتم دمار والسنين الجهاد يدنو جزنوني لأن يحكي نمس أما شيخ قارن الشمعة دي حكي نمس مش كده دواء ينهز شيخ أبو الفضل حياة سكان لقعد الدروس لقعبة سنة سلسلة بنزان أبي الزلك عند عزيزة عادة سوجان كل لعبة أن جمد بسيس فوق لبن التدفيان أن بسيس يغب الفوائد أن ستسيس حياتنا سواء طلبة ينعزم في الجامعات للتحقيق في الغربة سواء توجار نتكافح مع تردون من معيش نسم سواء مشايخ إلى نغلان من واد بن نغلان تخم هيئة عرفية تخم بعزاب تخم تمشيليين شخم كذلك وغسوا تجعل أحديث سواء كذلك الصحفي المنتج مثل العاشر مشتاق حمص صحافة دوره الصحفي المختمي ما يمكن الجن هذه كافح الذكرية الصحفي المختمي دوره فني فعلا الشيخ أبو الفضل شخصية وطنية أنا أفتح حسن شغلة من سنة قرونا قد عزمين الحياة تستغسل بشكل بيتسيس تتزوين البيتسيس العبا بفضل الله أن نصينا الشخصية إلى أن يبدأ يبتد فيكي يكمل عاشر في الظروف تصفيق في الظروف متوعين بالتقصير.
فعلا تشد كان ده صور الجيتم ويعني هو في حتى اللي معيش اشكاليش يومين ونفع اشكاليش هو دي عزم ويتشين ناس اشكالي عزم ده صوت مدخل اصلا 60 او 70 ليش عزمة مدخل اللي خابط صوت جديدة من اللي خابط صوت اطلاق التينية صوت مدخلت عطير دهرت يوه سيريا اتكرك اتكرك من خابط ازاد خدمت وتفصل عزم ده عزم ارزو اتطف وعزم الشكل عزم الوحية ما جابوها دي عزم ولكن يوه ستكرت في الغابط اشكال حدم أين دورف أني مفكر متقعد زواليين متوليوفي يخسر يخسر يعزل وليوفي ألبس من المحسنين تقرب السيس نشك نفس باش كان يتفرغ يعزل يعزم أن يكسب ربي مزيس بقرارة الشيخ الشيخ عبد الوحياء أن يعزم يزعلوك من اللي اسم شيخ فيش كل من شيخ فيش إلا من ينور تنبينت إلا كل علماء يعزم يقرارة تخفنت سمدرس الشيخ الشيخ عبد الوحياء الملكي إلا تخرج الشيخ فيش الشيخ أبو الفضل يقدم كل الفرص غريب اقترح بطلس معزم يحسب بالنهم يحسب بالنفسة المعزم ضد الاسم دي مشايخ غريب يعني مو قطع نظر عشان يفكر ذلك يترون ضد العبر السيس توصل صدوره في مرة معزم جامعات نجلس الكتب وصل الانترنت وصل قال وسائل قد عدرسنا الطلوح مي قد بين بسي الطلوح مي قد حاول ضعاء قد عفرا قد عزمن قد شاكي فيه وفرزان قد أدريح المعين عزمن التغرب والمتعبن مش كده سيل مستوى سيل سيل ميفوزن أجازم الشيخ أبو الفضل وليك في أن يعزم سيل يعزم كنت شعاع حرق من حي قرارة يجد من سيد وليك في يفسلي كمية ينصح الشيخ رسل من الطلق الواحد أطول تلاتيشن أطول شيخ تريش عندما يسمى زعبوك مواد مزا قاعد مزا بيتكبت دني قاعد من سيني تطبع الأيمة يجون أمان دعوين بثلاثة مشبين نتا حسن الإمام الشيخ حفار إبراهيم بكر بثلاثة طهر أول بعتة طلب اللي قرار مشكلة عزمالتيشن يدين الدين زوار التاغع تقريبا في بنية القرن 1905-1906 أسوان عزمالتيشن الشيخ تسيش توسي دي امتحان عسير مشكلة تقريبا سنزوار نسبة جيش كبيرا شكي انت تعزمت يجيس بين دين تست ما يجي يكون فور مشكلة تعزمت الناس حفظ القرى عندها حفظ القرى ما كان داعي بس مش حفظ القرى سنزوار كم من فتحة الناس حفظ الحفظ موسم الرابع أربع أجزاء حفظ المتن والسند حتى أحد الموسم الرابع عقل سنة نساء رواية نساء الشيخ تريش مثلا ده دروس حفظ الأزرامية نزد عن ده ولكن يكمل يعدس من نوع المنظمات في طول العلم ده تخصص المنظمات الشيخ رفون ولكن الشيخ تريش ولكن الناس دروس مش متى مش قبلة الشيخ تريش يسد محد المسوى ثانو عالي حتى دي بسدائي يسد قبلة اسمه النيفو تبعستر انت الشيخ تريش زي رسم فرصات دس أسير صعبة جدا بس كان يتزد على الإرقس ونسى الشيخ أولي قبل اللي يوجه لها دعسنا ويتقرر مع شكي اشتبت بكليل وفنان مشيلة كان الوقت ملار لي سوى الوقت ملار جميعا اخرى الشيخ تريش وفعلا يعسيت يحسن يجين للمس يتطرف هذا مع الشيخ تريش يتوقي تفاوض مزاد يتجد بمستقر بيت يتوقي تنشت يتوقي يتطرف هذا معس يلمس شغل يدوت دم تقبل مس يتهلا ديس يعتنس شغل يبس بسرعة بالفوائد يتم الشيخ تريش إلى آخر حالته قد توفى 1973 ديما اتفى ديما يشكر الشيخ سزعلوك أن عزم سزعلوك عن الشيخ تريش إلى نبسيس إن عزم نفع نعم مني بعد يتم على الشيخ تريش ربع سنين يقدر ما صباح يزدير يفسد لك من ذلك أسكن طوى خريب يتمنى الزيتونة من الأسحر يقال عزم هذا عزمه أفسد تسيب عن نفع جوان الزيتونة تونس نفضل في القهرة على عزمه في جنة الأسحر وفعلا يشوف تونس الكفح يوي يشوف تونس يعزم أن يكفي ربي في جمع الزيتونة وفي الدنيا معهم الدروس وفي ساعدة ويجي يعاود يدور كغلان الدروس من غلان الشاب من 17 عام ما يصير اسمه زفت خيش طول في 17 عام حتى ما يصير اسمه زفت ولي ممكن اقتن بضربات اتقن دمود وثنيجة تسمش لازم تتابع عمر في 17 عام ومعهم يصير الغربت قبل اللي يظهر جاء تونس وسكت في حيث مشهورة تسمونه الرحلة الحجازية يخامر بشكل زور الحج قد ينوي بحج اللي قد يحدي بلا خطر تلازا ولا شو سريع اللي منو يتحج انسان يقد يحدي بلا قد ينوي بحج يتوفى يشد نوسي يتسي بحج وعد من تحت العائف من نسخ مخصوص بحج من بابا ما قد يتحج بس عارف مش الجن الجن نادة زمن دريال الجنود نزمت مع الهجر وكيزمت يسكت مخصوص وقت الصور وزبرهم يخبر مني يتفجم يزوى يهدى في مصر أول نزوى
الكافيه نرمى نصف السجاره نرمى السجاره بعد القسم تاعنا بعد تونس تسيب بعد تونس وطرابلس ومن بعد طرابلس الاسكندريه بعد تمشي في الاسكندريه القاهره ومن بعد يلينا البحر يود الهجس يود المدينه تسكن الحجه اللي تقدسي تكملن لا دوزيام ترونش 10 دوزيام تقدسي الحجه فرنسا صح عدد اسكوسي غير سؤال حكي الكلب مسكين كريم نص دوزي باش كان يزوج تو نفس الروب نتاع هذيك الحاجه اللي من القاهره ولي نجم نسوى يتطرق هذيك المدينة من ورا هذيك الصحراء يحكي تبقى كنا قايس هذه الصحراء هذي بيزوجوا في سوق المدينة هذي الزنزي صارمي كاش ما يجروا وبعد ما يصير ديهم بعد الحيل باش كادير حتى هاد يسلف بعد مدة نصف انتقاء يسلف يجوا على القاهرة يدخل الأزهر يحضر محاضرات الدروس في حلقات الأزهر يسفت يسولف ومن بعد يعاود يدل ايدو عن طريق البحر يركض للبور ثاني الميناء يبغوا في الفوزان يسمون يدور في الحكمي يبغوا ديك الشعبية بين عقد خاطر ما يسافر يرفس فرنسا ممنوع يسافر في الحج المسيح بدون يرفس لازم لي عقد سيكتوريا يحبس معاهم من يكرم يروي الدرب خمسة تلتة الحرة العمر إذا بدأ من الوطنس يمنع التعاقد يوقع عيب سجناء متبسة بشكل دي مكتب مدرسة صدقية تبسة أو مدرسة عصرية مصورة طبي 1919 تبسة سنة تبسة طولت الترجمة تبسة مع العيان تبسة طول إكت مدرسة مفتلتة عزيزي من سروان سنديني ولكن شهر بفقس الاستعمار قبل يمدسوا خطايا بس لازم بطريقة عصرية الاستعمار فرنسا تجا الكتب لي بالمحاضرة يعني عشان يقول أنا متجد سبت لك مدرسة مودرن عصرية بطريقة عصرية عصم اللغة العربية عصم الأنشيد شوف من حفظ الأنشيد من مصر أنشيد من تونس بلادي بلادي يوم التسية تسية أحمد بن سدس استشهرت صحة فرنسا تبسة مدرسة صدقية الشيخ سزعلوك يضايا دي عباس حمانة الشيخ سزعلوك دي سي العيني زعلك تبسة عيد ناس الأولية تبسة أنا لازم أتسد أتنف الدران أتسد أتنف تاويت أتدوز أتكمل أحسن عام 13 في سنة 13 فعلا التلاميذ بمدرسة صدقية يوجد من تونس يشوف نفسه تسع سنين حتى عزم في حلقات المدارس في الدنيا ولكن بعد 1914 الحرب العالمية الأولى يبدا الحرب مع فرنسا تتكلم في الحرب والدور في الحرب ولينجم يدير ليستا ولكن عزم يفقد 14 يفقد سكوسي كما يفقد يفقد في الساعة يفقد ظلم أنا مدسوني أنا مبني أني عزم تونس شجعت الأدبيات وصاد مني وأنشيد مني وصاحبني الشعب انبهر ستميتم أغنى انبهر فاقم بلي ليك نعزل فاقم بلي ليك طارق عصرية مجازم فاقم موالفم عزم أقدم ما هذا كالذي يدخل نفسك مدرسة في سنة 14-15 عامين مدرسة عصرية كذلك يرى وهي أول مدرسة عصرية كذلك يرى السنة بعد عامين كمان كيفين تلك المنادة يبعثة تانية إلى تونس 1916 يكمدوا مجموعة تانية إلى تونس سني يحكم كذلك التوابة يحضر الحضارات حلقات معزل في جامع زيتونة وفي الخدونية سني يبدأ يحس السياسي تونس كان سن وضعية صحة الجزائر حرية سياسية سن من حركة حزبية تكون حزب حرق دستوري اللي تكون الشعب العزيز التعالبي تزرقس مش خلقان الجمعة على خط طيبة هذا يحضر معز في مقر الحزب يتوحسب شهر من مؤسسي حزب الحركة السوري في تونس يبدأ الاجتماع السياسيين يبدأ التالي المقالات بداية الصحافات شهر في تونس يبدأ التالي المقالات ينشط انطباع بالجرائد التونسية وكل مقالات التي يجوزها كلها ضد الاستعمار يستخدم بسدس لازم يدل فقط لكن تتم لازم يتعلم ويتطور ويتحضر الاستعمار ويستعمر ويخدك المدينة أكثر شخص مثلاً في عام 26 أدري مقالات تحت عنوان الاعتماد على النفس يقرر الشعب الجزائري لازم تعتمدهم في منو وتشكل استعمار وصمار ودفع دفع لا سوء للغسر لازم يدفع لازم يدفع في منو ومقالوا اتطلت الجميل الفرنسي فقط سيسي الأكل الفرنسي داني عيد نصف مثلاً داني في العاصمة حسنت يجب تجزم التحقق زلو بديت قصد سوني بديت قصد ضموني شكت قرد دميدهم ضد الدولة الفرنسية شتي محرض شتي مفوش تهمم في جميع التهمات. نعم من سيرة الغلام
عقل مسكت العقل بتكلف من خايد أنا لازم أتعقد يخير مسكت العقل تبعد أبو الزيسي صدري ما حاك ليش ما حاك لك عقبة مني يحكي بوسط خايد عشان شق الطفل بتحب من الصحراء 15 يوم شما لغا شما لغا جدي الصحراء من جد من النساء 15 يوم شيخ تسكين دم الزيلي بعص يكلم 15 يوم يخطب نفس الصحراء يموني يزبطني فاهمي يجديني هذا اعتمد عن كلاوسة من كل سبعة إذا مش كم عام إذا مش خبر إخوان في الميدان سبسيني عام 26 يأسس طب الجريدة يأسس طب الجريدة بتشوف في ناس يسميه في وادي ميزة يبدأ قطع صفات 119 عدد يوقف نفسه هاميمي كيف كيف مواضعات خيرية يدعو فيها حب الوطن حب الجزائر الوحدة الوطنية تصحيح العقيدة تصحيح الدين الطرق التربية الأخلاق دار موضوع الاستعمار والتمييز الحبسة جريدة ودي ميزة يعاون تكرية جريدة أخرى ميزة توقف تفلس عدد يعاون تصلح الاستعمار يكمل السنة صفة نبرس النور المغرب الأمة الدم دعوشها حوالي 200 عدد مجموع السكر 8 جرائد في عام 1926 إلى 38 كلها جرائد يعالج الشيخ الرجل في المجال الصحفي أولا في جميع العلوم كذلك الوقت مدى الترنات الفيسبوك والتليفون في جميع المعلومة ثاني في كتابة مقالات من كتاب يغلب في زكريا شعر محمد بدي شعر علماء تشخص مواضع ثم بعد ذلك يخلص مواضع سيتشم مواضع من الفرنسية العربية ثم بعد ذلك في تحرير الجريدة التحرير التدني الجير التنوي تونس التوقع تونس الانسان التوفيكاتي التوقع تونس الدرت الجزائر التطبع الدرت الباقيات الناس المشن الدرام تونس عنابة الجزائر ومعنى التوزيت هنا غير وسعني كتب معنا تفعلك يعني كانت في المدن سمت الصحافة سمت الجريد للبعض المدن ودمس ديركتها ونعزل استعمل ودمسها التوقع تونس جريد التصور دينا في الصور دي شريشة تفع حتى البعض من السنة على مسيرة تقفين عزم أتبين جاي تتعزمون أتبين علي موسيقى تبين سيك تبين عدر ريج تتسيب جاي حتى أستمع أنه دحرم حتى كنت تساعد أتزيد إجلس عدى بزاد ما تجيش عليش عليك دربة فتا ولا موجودة قد يهدر بعض مشاكل نفط أنا سموني مو أسموش الأعداد من جرائد مسبقا بعد أدد أدد جزوك مشكلة جزوك اشتراكات واستسل اشتراكات يعني أتبين جرائد وتسلكت كان شيخ الإخوان معانا 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 كبير جدا في تلك الجرائد والحمد لله الجريدة تفوق وتفوق مكانة وطنية وعالمية كان الأديب المشرقي شكبا سلام درس كلام كبير يقول على جريدة الأمة وكانت هي جريدة الأمة المصدر الوحيد لأخبار الجزائر في المشهد العربي المشهد العربي كل أخبار الجزائر الحركة الوطنية الأحزاب السياسية جمعية العلماء كل أوضاع الجزائر عن طريق جريدة الأمة من الطود إلى مصر والطود إلى المشهد العربي كذلك حتى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد ما تأسست في سنة 1933 والشيخ أبو الفضل كان عضو مؤسس في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية العلماء اتخذت قرار اختارت أربع جرائد جزائرية لكي تكون لإشهار من إعلامية نشاط جمعية العلماء من بين الجرائد الأربعة جريدة الأمة في سنة 2013 أسبوع سنة جمعية العلماء الشيخ أبو الفضل الغامر استورد أجهزة وماتريال باش كادي أسس أول مطبعة عربية بالحرف العربي في الجزائر بين العاصمة بشريف يأسس مطبعة سما تونس نتا يكون عمال يكون من هو من يتكلف بالطبع وفي عام 2030 يطبع جريدس يطبع جيد جمعية العلماء وصاحب يطبع كذلك إعلانات ومنشورات من جمعية العلماء وغيره من المؤلفين من بينهم حمد التوفيق المدني وغيرهم كل كان من أصدقائه إذا مش شيخ مثلا أي نمط له تكلفته الكثير حققته ونجح مدين ونجح شهرته إعلاميا شهرة في جريدة اكتسبت 99 في المسار الوطني لمكان العلماء الجزائر بس احنا الدين مسكين دي مخاصر دي ما يعاني خمس مقالات مشتكي يتزل الشيخ مليون قدرة يتشخيص من غير الديون كثير وشيء المجيمة تسلقه غير المصارف غير كذا التعواني يتبدى مع اسمه لكن
يعيش حياة كاملة يتعاني من ناحية المادية. العلم كان متوفى I'm sorry.
شارك بي عيونجي أو إلمي إيتاليس في طاوة تزينك إيتاليس في التربية التزينك سيدينا في حلم قار حب يستويت من غئين برشو أدبدا مع الدكتور بغون علي سعيد وسط جامعية البشرة بشرة أصبح أصبح كرام شكوة العزتنا أرحب سيوتنا أبو القاسم محمد مدير رئيس نادي الكوكب الرياضي نظر إنتاجية البشرة بشرة أشكر أنس حضور معنا على طول قناة تنباروش اللي معك هو أبو القاسم من الكوكب الرياضي نظر المنتجين في الاتجاه والسنة بالبرنامج لأن دول غسولة كان غسولة غفز في كل مشروع لأن تلمس أكم صداتك تنعم بحياتك أو المشروع لأن مهم جدا ثم يوزع أو الطرعة الثانية وشعب التعريف فول الكوكب الرياضي عندك إضاءة لنفس العشرين السلام عليكم صحيح لابد كلمة شكركم ودخل إلى تعريف الكوكب الرياضي أشكر القناة الرابعة نتفق المنزلية على هذه الاستضافة وشكر خاص لحسن المرحبة بثلاث تشجع المبادرات وإن لقاء إيجابي إن شاء الله بانك وإن شاء الله بانك لكم الكوكب الرياضي الحق بكل اختصار ممكن يبقى النادي الرياضي اجتماعي بس يعني لأطل الشباب لغاية سنة رضوان الله ردنا على قشرة عن تعاون لازم تقار سلامة النفس في العبادة وسلامة الجسم في الرياضة وتحاول يعني عن نربط بين هذه بين الرياضة وبين الروح والعمل الاجتماعي هرمع اللي يسمع في الرياضة هرمع بعض الأشياء ما نتصنع فيها أن الروح الرياضية الأخلاق أن مثلا السب وسب الخالق بعض الأمور اللي أنت نتجه في أول اللقاءات للكب نسوي درس انت قال وين ردت في الكب جديد ولبينا أن الكرية كمدرسة وجدت فيها بعض الغزرة وإن مدرسة دي المدرة هي في السماء يغلب وين من جانب الرياضي وإن الجانب الاجتماعي وإن قسم عدة أعمال من بينها الحملات التطوعية في المساجد والمقابر وإن التبرع بالدم كذلك نتجه البرامج في عطلة الربيع جيت نغلان بحكم طيبة يعتقد تطلق الغلان لما لقاءت مع مشايخ لما كذلك اعتكاف في رمضان كنت مع الشباب
مناسبة رمضان الكريم أنا التقطيع على بعض المناسبات العلمة أن نشتنا نحن العالية البضادة مدخص من دماء في مركب الأناشط من ينتسك العصر قبل الأنشطة التجارب العالية وأن التكافل بين أعضاء الفريق لأن هناك ممكن طلزات يتنوس بنسية توت في العملية جراحية فمن عندنا ستوت قال المدربين قاعد عندك معصف معاهم سبحان الله مش نريد نقول عن مريم يضب جد جد لحق العملية اسمها مكان نية سبحان الله الله يقعد تسجل مهمش مدير عيش الأندسين قبل أن زي ما رغم دور فيك يمتل مصر من أول طبعة ثانية الدورة الكروية الوطنية للوحدة وصداقة الشعب أحكي مسارتك تنعم بحياتك ويسقط الطبعة الأولى إلى كم تخصيح حول المحر إيضا الحق عايشين مع طوات نلبس ممالة لإشكال الشباب نجد في الطبعة الأولى اسم على الانتماء يغد من الشباب تفضل السين من التاريخس فان جوا من المباراة قال الطبعة الأولى من جيت في المدرب الإباضي جدنا مش قابل المعتدل وقريب إلى السنة اسم قريب جدا جوا من دور طول جيس اكتمطوية طنش اكتمطويته جيس قاعد تعرف في المدرب الإباضي جيس كذلك اسم عدة برامج من بينها نوزع الأقراص السيدين من الشيخ ناصر البطر حمد سوى كاع مراحل من تاريخ الإباضي من النشأة والشباب تسمون سما بتد إلى أين ينتمي كذلك نجد في الإقعاف مع مشايخ في نفس الموضوع فهذا يتقرب مختصر دور تنزات يعني أول شيء ودينا دوان دي المركب العلاقة على لا مش كثير أدس إلى دكتور مهنا لي سعيد مدير المركب وأستاذ جامعي عرب أشكر الحمد لله دينا دور المركبات المركب العالي بصفة خاصة ورافق المبادرة الاجتماعية الثقافية الرياضية يعني أي مبادرة تصل يرافق يعني عن طريق المحل إلا يعني المشاركة بصفة خاصة وطلعته لكن تصل بسعر المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لذلك أريد أن أشكر لكم يوسف وأشكر القناة من خلاله على هذه الاستضافة الكريمة حقيقة يعني المركب من العالية مركب قدم الشيخ فيش المركب الحمد لله ربي لأن عمل في سلقون كنا من مجتمعنا يعني يكفي هذا السائل لا ما شو ينقم المجتمع ما شو الله بشجع مدى إلا نبدين برامج ومبادرات وهو مني ما شو الله بنقم أدي عون أدي بنت أدي رفق على المبادرات دي برامج إلا خدما يعني رمي في المجتمع الخير رمي في المجتمع إلا تشاوت تصالح المستخلص من بين مبادراته إلا ما الحمد لله كسي يعني السنة مجرى مبادرة دولة الملك القضائية بين تجنين يعني مبادرة نوعية متميزة يعني يمكن ما نغرم بالتمعاصم يعني تتزلت يعني تتخرهم يعني لأن أسكس ولا يتميز عن دورته أي أنه قناة تتزلت ونقدر كم الصلاة إلى سبحانه وتعالى يفتش الجنة بخلاف بقية الأركان فالمركب لها تجربة وخبرة من خلال المشروع أن نتزلت في هذا المجال فيعني تتخرهم طوال تذكرنا إلا أن أمسك معاصم في مبادرة من هذا النوع إجا الأمر بهذه الطريقة فكانت هذه البطولة يعني بس عمل وشعار مهم جدا أكثر صلاتك تنعم بحياتك وهو شعار رائع وقيم وذو بعد عميق يعني في البنادم يعني عمينا يلزمتك في حياته باش إن شاء الله يتنور ويسعد ويشفي نفسه من مسؤوليات من يتعاشى في هذه التنوكس مهم جدا جدا دكتور المركب العالية لغير الخبرة من مجال خاصة في مجال نتزالات لدرجة العديد من التربصات تعليم السنوات بالنسبة للولايات المتحدة خصوصا كما قلنا مشروع مؤسسة الدرسات. كما ذكر فعلي الحمد لله سبيسو في 16 عام إلى الجرى المشروع المتزالات والاستثمار يعني كمسيرة معتبرة الحمد لله تبدو بلدسة ثلاثة تجار يعني إلى الحبيلة الاحترافية في العمل أذكرت بعد المشروع المتزالات يرجع إن شاء الله مسيرة إلى مشروع مؤسسة مؤسسة مدار الصلاة للتكوين والبحث والاستشارات لهدف سيناء المجد لكم سنة الظرف طويلة وصحيحة على فرط والبنان ماشي لازم نرى كم تصوير مجتمعنا ماشي الدول الجديدة قبل السنتي لفتح المنظر لغرما يعني أعلى شيء في حرم لغرما مرأي التمشيدة والتمشيدة كما مصر تتعلق ثم محفظ سيناء المجد يجد جيوب المبكري لما توسع دروع سنفات صفرة سنة سنت وصيات وصلت الرفات قلت تخلط زفرت أشد ربي أبري قلت زفرت أشد قلت أيتي ميت وعد وصلت ميت لديما مقدرة
قالوا على حرمته حتى يعني نبدو سيلا بوراء أكسس رب إن شاء الله يعني أكسس الرحمات البارك المجتمع العربي أكسس القيسيين بس يقولوا معنا والخير لك على أكسس أمين الكلمة في هذا الدم أو إطار المرسس إطار الصلاة سأسوس لك أنت بين حوالي 62 مشارك لأن سبسوا في تعليم الصلاة المقبلين أول يعني زاربورس يعني يبلغ يتوقع على مدونة زيون يومان أصنعوا شعني علينا أن يطلعوا الوصف ولكن في اختصار حقيقة يعني العمل ستريتر كويس بس العرض التجهني بكير ميتور تجهت يعني بورس 800 سنة ولكن لما نفوق من الحيطرة هو تحرك تنفيني تجاري بالتعطي وجه فنزوع منها إما أنه من غير طريقة إلا مش السجارة الموضوع دوحي دول هدف مصادة هو منش لكن أنسي متزالة تطلعنا هو فقط يمارو منش لكن أنسي متزالة تطلعنا بأحسن طريقة وبأعمق أكثر يعني هدف لكنا نزوع بيس نزوع إلى نظام المؤسسة مش يعد عمل منظر وهيكل بيس احترافية في العمل بس يبدو متفاهم دول يبدو متطوعين كسب 8 أجزاء مر بعض الإطار متخلط قلوب حوالي شهر يرافق بالتكوين ويرافق بالمتابعة في عمل مؤسسة النظم نزوع شاء الله ونتعلمه بحكم العدد كبير كهني فالنظم أو العدد كما دفعة واحدة لبورس دفعة كتاب سواء يمارو بس بيسو ممكن دفعات على الأقل على مستوى الدكتور لبورس التجربة ممكن ثلاثة دفعات يعني الدكتور دفعة تنفذ الحمد لله سنة إلى عام تقبير بستمية خمسين طالما تنفذ لك الحمد لله دفعة ثلاثة سنة تقضى بس بقى مجلس الكريم اللي حفل مهيب الحمد لله بس 71 سنة شاكل هذا الشيء شاء الله بحول الله تعالى بس هو مبطل المنظر في الصراحة وفي تكوين وتقييم ونقدر عام دولة نفسك إن شاء الله بشهد تم دور الثالثة إلى بس 105 مشاكل وليه يعني الدكتور من بعد ما غنت يسلم الله في المنزل كذلك بلغنا لحد الساعة بس تأتشير كلانتورم إلى بس 140 مشاركة يعني أو العدد الحمد لله استخدام يعني بنا علمنا طبط والتنظيم بشكل أقول أتجمع تلا أتوت دولة رسالته بالحسن الطريقة ممكن ما سيشاء الله يكون دولة رسالة الله أخي مش أبدا رسالة تدكت يعني تكتب ما حتجد حياة ربنا يبحث وش كم تستوي حديث بالقضاء حلي بش إن شاء الله طبعا نصر بصر صغيرت من نبتين سن غيرت سحم صد بش الله سنة الحياة التوحيد في السنة حسنة ما شاء الله رباني موفق وصلاة رباني قدر عملت بالعادة دي زعلاك كتنين سكين خاصة بالعادة دي لو بسيت أصفت ربنا مور حسين زمن 10 عام 15 واحدة سنة زاربية قطرية بليش على النصعب يعني عادة من الزعلوك رباني موفق انتريت بيجي شلال شنو تزعلك ربنا يوفق ربنا ان شاء الله بيجي شلال لين تزين في نفس الإطار من يعني قلب صوت نتزلت تحسيس بأهمية نتزلت أكاس المرض بدأت سبب أن يجو فريق الكوكب الرياضي اللي يخير الموضوع بالذات يعني تخير المدى بريبا نفتقى الأولى طبعا الثانية وتخير ربما الهوية وتخير ربما الأغلى ربما وتخير وتخير عفوا القضايا ربما الرياضية إلى انتهمتهم تخير صلاة في الحدود الموضوع مثلت سمعنا ممكن قالك أنا ربما تتظهر تسعينينا مش ناشي صعب لك لا فيه الموقف دي سنبو دي انت بدن ممكن عبد الله هلا وطول في السيسنت عند عطاك مثال لها بدو سخصة واحدة مش تتعلم مهمة ومش تتعلم تهو في بدل إشكال بيز عدوك نسيتو في اسمه في أكشنة وفي الدولة شغلت معها عن بدن اسمه العودة كتوبة تجديد سوينا الموضوع أنا أفكر باسم أنا الحمد لله مش قام تو ودع لأن أمي تبعت بدل عامر أنا على كمداني يوم بدل عامر من أدخل شيء قالت ظلي ثم مش قفل الحديث بتا تقبل قالت وقم فعل العمل قالت شخص أي حد تستخدم مجموعة السندرانية بتا يطلع الثالث بس بتا سمع أطلعت كمو شاء ودر معي طلع يثبت الظلي بسيس قديس من شاء سوى شاء ودر سوى شاء ودر سوى منح ما تنخير الله مهمش كنت تجيبش على المحادثين أما سنتطور إذا ديس مشاركة من 6 من الفرق يعني تشدرة أو تنسية معسل من شدة كان الحق سنة فيها في ستليزي كيب حاولا فيها من حسابة للغرب للدراسة باش إن شاء الله تدفيع التنسية نرى على الدورة خلص يقول هدف أساسي في الدورتو عن أتوجه دورة مماثلة لهذه الدورة بعد إن شاء الله بعد مقطع دورته أغلى
سنحاول أن تكون قصر أتو الجسمس دورة أن تصمي صمي وشي يتقريب بني الفراكو أنا أتكون أقرم بس إفارق أنا شاني الوهرة بس لكت نتيجة مطبط نفط بس بتنا كذلك بس لكت من أتدرعها بس كذلك تنتنا أتغردت بس للعطف لإستخدام العسل بس الجنين بطرية بس نحاول أن ننوع في الفرق بس إن شاء الله في التوصيات كذلك نفس الفرقة بجيت نفس الدورة على ما شاء الله إلى مدرس بقوة والبرنامج أكثر من ساحة لدرجة الأندزين مروا البرنامج بتاع الأندز يعني في بخط كان البرنامج بحق ديس الجانب الرياضي لابد من منافسة باش باش كان دورة التحكم على ديس كنا ديس باش كان باش مع احتراف وجا غير مني قال لي دورة الخلاص باش حكام رسميين باش الملعب يزمد يكون معشوشه كان ملعب نقاية التوحيد يعني بمعايير بمعايير بس مخافرين لقاء لكن قاع النقاط من اللقاء بس لوازم اللي لازم تصدرن من بينها الواقي اللي من نسكا البروتاج بس لباس ساتر من بين اسم القوانين اسمع لباس ساتر بتوتو من النقاط اسمع ديس قاعد بس كذلك جوائز في ختام هذه الدورة بس الرفع يعني بس تلقيت في هذه الدورة من بينها ممكن ان نتوجه تكتبت بس المواضيع لازم الشباب اللي عندنا في الكيب اكثر من قاعد من تويتر ومن بعد ان شاء الله في اللقاء تسالون بعض الاسئله لازم نجاوب الاسئله على خمس بوكات ان شاء الله عشان تكون عاملين عن طريق ما شاء الله اللي خلينا نزل هو دورتي اللي تبدا 6 جويلية تجون على الكتا اوت 2018 دونك استغل الطاقم مريت الشهر كيف الدور الخماد عشان ينزل يعني كيفاش مباريات كرة القدم بس محاضرات ماشي البرنامج تقريب اسمه أبزي بكلاسيك ومن بعد اش تسل كيكي اسمه أبزي بكلاسيك الاستقبال قريبا من المطلع مش الاستقبال لما في الجمعة العام استقبال في مركب شطفيف بالعادية بالمناسبة مشكرة اسمع على هذا التنسيق أظن أنا تطورت على مصر عليها اسمه نسخن بعلم الدين ومعنويا اسمه غريمو هذا باش تستقبل الى هذا الاسماني ان شاء الله الى هذا النجاح يعني في بنت العامة رحمة الله في كل برنامج اللي نتوب في بنت العامة رحمة الله بك يا صحة رحمة من بين الاهداف سبحان الله عند الهدف كان تقريب بين الفئات فئة المجتمع مشايخ ضد الشباب سبت المدير الشيخ يسجل صدر مغيرية معاشة التبخد وتوارد العصر اسمها تقل ميساج ويقطع التواصل بين الشباب وبين الهيئات المجتمع سمعوني من بين الأهداف المطلعة بس كذلك أهداف أخرى بس من بين الوحدة والصداقة ماشي من صغش تسك لك تستغلطة مش مش نستخدم عليها وسين تتوى تعود مع تسمسين بعد ريحن موسمن وعد كيف حلقت مع دكتور سعيد من بين البرامج السؤال والجواب مثلا قد استحفيت من الأستاذ ومن بعد غشاء عزاز الفرج جماعة ومن بعد طبعا شقام المقابلة ومن بعد المقابلة إن شاء الله هذه أكتر في المركب العرش اللي يحشون فيه يقع لي سيارة البرنامج وكلمات بعض المسؤولين بعض الضيوف بمحاضرة الأساتذة المستلزمة اللي كنت نسمع من بين الحاضرين باش نقدم الشباب للبرنامج التلفزي ومن بعد يقع لي السؤال والجواب من اسم الشباب لابد راس الاشكالات في بعض المسائل في الصلاة هذا يعد عكس الشيخ خليفة الرسول يقربوني من البرنامج من المنطقة مهم جدا هذا يا دكتور مهم جدا معك المركبات يرافقون التظاهرات الرياضية خاصة تنسوا في التظاهرات الرياضية لأن يجيكم أثر طيب لنادي الشعب ولما كان ربما نعيش بالموقف نغيس فكرة ربما نغيس بالخطأ نغيس بالتصور يزول يذوب عن تصوره بمجرد ما يدف تنجيها القائمين في المركب مني قد نقول تسلف كل يعني يلقى المساعدة ينجح على البرامج ولا سن حشمني ولا سن كبدني ولا سن دولي لكس الحمد لله رب العالمين
بس بس اللي عفر بس اللي سهم بس اللي تنبل أبي لو جاء استخدام بس مصان سهم يعني كان سابقا من لو سي ربما عمر ويسي يتوقع في رفع بس مصان يفجل عن صلاة من جمع عطف صفحات ويضا تمليكا ابن عطاقه يعني بكل خير يعني يغل قوت نفسه بروب الوسيلة إلا في غناء الحياة اللي رقع يعني سنوات المسؤوليتس سادلس بالعمل الرياضي نس هوايتس يوسكي من أجل ندم عدل حيوان طبعا الحمد لله هو العمل هو كسر فرق لكن بس كنت ممكن يكون جزء كسر ذلك الذي كان بدك من جسوس الآخر أو من المركبة الحمد لله توجن لمثل هذه الأنشطة وغيرها بعد كنت ماشي مثل تسق مشفن كنت ماشي مركبني إلا يسق لوجا كنت ماشي الرسم التدخل يوسي إلا يسق مع المكان عن مركبته الحمد لله كي يراتي مع عزم المبادرات الأنشطة خاصة في الشباب اللي كنت بغنس لعبة رمز من نشاط القوة فالحمد لله كي مسنوني مفتورا المشاريع المعظيمة أمرزهم في أي مبادرة أتكسف الله وإن عشرة كبير يدس في طاقرة لهم بس إن شاء الله أنت هذه المعظيمة حسن ما يكون وسيلة جول التعاون وشلت تشجع على كل مدرسة تنيرة إنه مبادرة تبني الرجل وإن شاء الله ما يجري الله بركات والرزم التسمي وسيلة يجي سبتيون يجي نسي في سنتيون معهم أرسل مجيسون من هاج الاستقامة كتاب التحضير الأدبي للصلاة أو سنة الإنسان أنه في عمد صلى الله عليه وسلم يتعرف يتوقع ربنا إلا أنه سلمنا من صلى الله عليه وسلم كما كان عمل والتكسير طالية الاحترافية في العمل والمؤسسية مثل جرد وطنة بدل الله لما أطيرا يحترفون الصناعة الخطيئة وفي عشاء فعلينا مشي لكن احترفوا صناعة الفضيلة وما نشو الخير أو الشعر مدولة نبي يعني في واقعنا السكر خزيئة في البناء وسيلة التجريب السنة ويبهي في المجتمعات القيرة التوى نقضي اليوم أو الفصل للمجتمع بطريقة محترفة في بنية في أنشطة في وسائل في أساليب في نقاط ببرامج السوشيال بدو بوجه سكن الخير بطريقة احترافية يعني تروان هاتسو بعد حمد الله على العمل يستخسر وإطاء تجي متحدث العمل يعني في كتب الصلاة فقه الصلاة الملحق الفكري والملحق الأدبي أنه عبارة عن عمل في إطار أوسع أتوقع هو ملف الصلاة في منهاج الاستقامة هو أهم ملف في توجه سكت في هذا المنهاج يتبع خمس سنوات أرسلت في السنة الخامسة ابتدائي من يعزم في مدارس الثانوية السكس كامل يعزم في الزوايا من خلالي مقرر حول الصلاة وينهي هذا العمل الجهد الدراسي بدورة عملية ميدانية أجد الاستقامة في تنهيم مغلقة من خلال أو مستقرة يقفل في الصلاة لإستقاعي من عقلة حكم الصلاة بين الفضاء الأولية والمكان والسؤال الأنواع كل الألعاب تبسط على التسلسل والنظامي يكتب في تسمى التحضير الأدبي للصلاة بين تحفظ نويات الأدبية والأفكار تحفظ من غير الدور نظامي بعد من إن شاء الله بس فرصة مراجعة نظامي على مدى 4 سنين يعني موضع نظامي توش استخدم كزع دكتور مصري مصر عن المؤسسة نود إلى بعد هذه المسيرة المعتبرة إلى يخاد بمؤسسة مستقلة بشكل أزرار بعيد في الاحترافية عن عمل خاش طبي ومن الصمري باش نشرك عن عبد المعيدة بإيش عبد سبب إن شاء الله ربي الله أهم أريد ما أفره وخيره السيزر على دور حماته إيده وما وخير للمسلم ونجو تحتنا تفرصة سيماسي يحسد إذا نساهم غادي عام غادي بدنا يعني أدي رفق أو نجرى مؤسسة دار الصلاة تفرصة كما قلت لك أنا لم أهم سكر ربما شاء باجرة قريب لتفرق شباب العمل في نزيلة الاحترافية عندي العمل في سلسلة التعليمية في الصلاة سلسلة مصورة لكن في إطار تحضير سجل مؤسسة عالمية متخصصة في إنتاج تلفزيوني يدخل من إجراء مسيرة متصلت ماشي لما أدنى متصلت في 10 حلقات وتدين مشروع سلوكي جدا ولكن الحمد لله مفهوم من الدرجات هو من نصور مشروعه لأن بد العمل الحمد لله قريب إلى الأكثر يعني الأكثر من عمل المشروع الحضاري حقيقة في أول مرة نشوف العمل صور مصوري 10 حلقات اللي بتنتج حتى على مستوى تلفزيوني مش احتراف إن شاء الله مش مصور ده ونعمل إلى أبعاد نقطة ممكنة تمكن فيها العمل المؤسس في الاحتراف ولو لو قال يا دكتور ابو هنا بن سعيد التجربه مع قوه مغل قبيل في اطار تربص الصوت لكن في حكمك دوت تربص التربص وعزيز قد يفتح على خير الدكتور سعيد مزري يعني الشيخ سعيد مزري في زياره يطلب يعني من الاستفاده صرتو لدوت من قبيل التجربه وسنن بكل وفد نقطي وسنتظر معايا بعد وصلت كذلك إلى برنامج هاتسيون وصلت كذلك أخوات وصلت بعائلة مش استطاع الوفنة برنامج هاتسيون عاشت وقت برنامج هاتسيون خسر وانتظر حتى كاسم وكرة ب
بيت تخيبت اسلام مش كل عام كنا نتخيبته كنا تخيبه من التجارب تكتور كذلك غيرها من التجارب التسطة التسعة ساعة سرعة السيدات التسعة العامة حتى طلبا بين مدارينا ان بالتخيب السلام يمارو لغم كذلك ان شاء الله برنا عشان نزيلا لكن مستقل في العام ان شاء الله نفحق الله استخدمه كذلك لكل بس يعني من احيان بس تخيبه بمعنى نعم وسطة السريع بدي يصل يحصل لبادي بالتخيبت يعني مش تجاوي هيد اسلام لكن يعني تكون السبيشال دان بيمسي تقدر بدون ما نوصل ونتفيد في البيت
الحمد لله يعني سارسين تظلت تتحجع على الحوالس أجبت معك الحمد لله يعني نسيت اللي ممكن مرة بسمح لو منهم أتكلم لي لما حساس انت هو دوب الموضوع بيعود بيجيب لي ماشي صحة بزالة مسلم ما نشي لنا تسفاد مسلم تظلت لي راح تظلت لي بعد لبو سارة قلوب يدنا ودنت من لو يتحسيت زمان بيحدي أبي أتفاق التهم التعشى تهم التعشى أكبر بياس مستيرا السناسي السناسي بريدا إذا عايز تميز زيادة بيش لابن فعادة إيش راح تزول سنبتا بتزالت من التستر سنة وتنجمينو يتفاق السنة اسمه إليك عشاء من العزوة هم التعشى وني قال خلص من لا لجد رب سبحانه وتعالى عن زالة تسمي أن يحتمس حالة سنة خمس حسنة إن خمس صلوات كتبهم الله على عبد في يوم والليلة فمن جاء بهم تامة لم ينقصهن شيئا فله عند الله عهد ان يدخلهم الجنه. فظلت النور، ظلت الضياء، ظلت الشفاء، ظلت هي عباره عن مدرسه الا ابي ابن ابي سليمانس وهي عباره عن مختبر الا ديرا قديس يعني هل المعركه صعبه بتوحيد مخاطي وفي الاخير الا ظلت بكلمه المستشفى الا ابي عادل كيس ومرابس في نفس الكيس باذن الله تعالى. بس وحلفك دكتور بوهن علي سعيد فهم فهو لما شوفه كثير شكرا لك لحضورك معنا وانت تقول لك انا ربي معك شكرا لك ان شاء الله معك كتير فرص لنا بس اسلام جميل ابو القاسم نفق من مركب من نادي كوكب نادي نهر المسجد اللي اقصد في الله احنا عشان حق الافق من افضع نتمنى عظم برامج مميزة مش تقول لنا في مش تصلت حتى ما يرغب في كل طبعة تريزة كان أذكر أن كنت أشتغل المخدرات وتخرج في مشكلة عويصة مش كانت كده بفت وشدها دائما عندنا مش كان نحسن رجل الاحترافية نحسن ما نحتوى الشباب دقينا الرئيب ودقينا تحدي ليز عليك مش أنا شخص سعيد من مدع من تتمديس أطلع عن ديس إن شاء الله أعمل ماشي لنا من بين أهم التوصيات أتوجه في هذه الطبرة أتوجه في الطبرة إن شاء الله اكتبوا لنا بطن حفظ مركز الاستقامة شاط مش عن المدينة كنت تدفع بس كتبانه خش مهم جدا حتى الشنيز على فكرة نحتاج إلى مثل هذه السمعة صحنا نصلح كذلك إن الدكتور كان بتوسع أن تكون طيب دائما مع النشاط دائما مع الميدا إن شاء الله أسمع برامج الفرقة إلى المزيد من التعليم إن شاء الله سلمي لكم معك إن شاء الله الله فينا إن شاء الله إن شاء الله أسلم الله لكم المتابعة إن شاء الله عبد الحفن بإذن إن شاء الله أكثر مصحة أنا مصحة حضر المعنى ممكن تشوش على مصحة حضر المعنى جميل انبرسل موفق إن شاء الله طلب وصل للموسيقى الخاص البلاد إن شاء الله السلام عليكم بإختبالكم يتقديم الذكرة 22 جميلة إن شاء الله إن شاء الله ربدي وفق رجال غد السيد مزيد من الأشطاء دون جهود جبارة إن شاء الله ومشكل عليك أربطة إن شاء الله رجال غد السيد إن شاء الله أسوي كده انبرسل فقرات مقومة من مرحبا أن تكملت البدء مع فرقة الوزار نظر المتعرف I'm sorry.
يعني تعاون دينا في سيزي دي سيزي 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 س
التي عاونتي بالتنعس ماشي ديما عمل مع مرخص الحاضر ماشي بالذكر بالمستقبل عامة يعني انت ذكرت ما شاء الله ديكاش اللي مثير او مخيب انه متخصص هي الطلبه الا فئتنا المستوى الدراسي مرحلة ثانوي ومرحلة متوسط رابعة متوسط وثلاث سنوات من الثانوي وهل التركيز هو مرحلة مفيدة؟ في الحقيقة هو يخترق مخيم الأكابر سنة مخيم الأكابر من رابعة متوسط إلى ثلاثة ثانوي حنا مخيم الأصغر من نيجيريا قبل التسجيل نيجيريا يعني على كيف كيف 10 أيام قبل ديس يعني مرحلة الابتدائي إلى ثالثة متوسط يعني مازال جالس على أساس أن الفئة العمرية تجعل أكثر من كلمة كانت نشر وقعها في برنامج واحد طريقة التعامل معي بالصالون خاطئة طريقة التعامل معي الصالون قلت لي كيف كيف فيعني نحاول أن أنظم جالس مهمش ده ممكن تكشف لنا زين هذا سؤال نقاط البرنامج كيف تستعمل البرنامج أو المخيم يوم خلاص من غير مش أن أو سكت من يوم فعل البرنامج المخيم مثلا إذا رديس ما تدخل يعني شيء حلو منها السبب اللي نشوفه كراسي من السجن هذا المخيم أنا أبكي من الرأس من غير سجن سبب ليش مخيم روادي يعني تبع لمؤسسة رواد التربية والتعليم بحكم انه مؤسسة رواد كمؤسسة يعني من تأسيس مؤسسة بدأت ست سنين متأخر مستوى ثاني متوسط الهنديس تشيلي وكعبد تسين ولا يعني رواد شان غاز هدى أهداف المشاريع كاجورة مع سنة غلب سنة غلبة الرواد يعني ونوت اوتوماتيكية يسمى لي خاصة مع سنة غلبة الرواد ما شاء الله الشراكة أو نظام عرفت في بسيك كفاك إلى بيقول فرصة مجد إلا طبعا حاطتش لغمها يوليتكش لغمه يوليك هوني مخيم رواد يعني أهدفت يعني كل الناس تشوف المواهب الميونس أستحسن عن مهيبات أسقر أكثر إلى تخصصه خاصة فيها في التنوي مقبلة على الجامعة إن شاء الله أنتسنش يعني من بين أهداف المخيم تبين على التخصصات كل أما فقرة الرواد كل مرافق على عرض تخصص الرواد تختلف المؤيدات دي قلنا ميليو أتنوات كنا نشي شخصيا وانا تضيس موهبك موهبة صور فوتوغرافي يعني إن شاء الله فرصة دنيا موهبة دفنات صور فوتوغرافي إن شاء الله ما شاء الله شفت يعني الاسم بفو نسي الفرقة تقام يبرك من فضلك تصحيح يعني بفو نسي في الاسم بفو نسي وليس بعض الفكرة هذا اسمك عبد اشترك اني شاكد اول مرة لو تشاكد في هذا المخيم اول مرة في هذا المخيم هذا اسمك اني شو الوقع عبد الوقع عبد هذا اسمك نوم المخيم مضمع تفهم زوء انت ان المخيم عبد تركز جانب شخصية فيها بين الشخصية لأنه يعني طلع عن بعض عن حسب يعني ربما تلقى معرفة يعني أضيف معرفة يعني مش هدي يكون مثلا بين الشخصية يعني بين الشخصية يعني شيء يكون مخير مضاد تكتمدست يعني تتجوى المدن يعني في بين الشخصية يعني يمشي يعني فيها بعدين خاصة يعني كمضاد بها الجمعية ربما دي الشخصية أهم شيء اللي كتير بالمسألة أنا ومخيم. شيء مهم هذا اللي لما يطلع دول تسمعي أو ما عاد بدك والمخيم هذا استسلم فاس تدرس طبعا ممكن ممكن تلتجأ يعني على بعد المخيم هذا سمعي سمعي نما أو شيء بدون ما
ما شاء الله أو لطش نغو المجال الإعلام بحكم تخصص النغة بحكم مهم ما شاء الله بإنشان أكثر إلا نبيج أو سورة أو طورين أو قسم أسل يعني مخيم سنغة أو طورين طورين في مخيم ما شاء الله بإن سجل مجدد من البيت نفهم ما شاء الله الله يسترح تنيني 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 بالمشروع بطرق تنمية المهارات
في مستقبل في مجال التصوير الفوتوغرافي. بالنسبة لمشاريعنا، بالنسبة لبعض الإشكالات التي تشكي جودة الصوت وبعض التساؤلات طويلة غيرك، كيف لازم تحلول تحاول لازم تحلول على مستوى مخيم أروع؟ ماشي سؤال الأستاذ إبراهيم، ماشي ماشي كل سنة جالسية سنة عشرة تمام أسيس تشيس برسنتاجة زي نسبة المخيم. ماشي من ثلاث سنوات خدمة سنة البروجي عند تواصلنا في المحتوى الطبي عند الطبيب الجامعي، ما يعني وضفت سنة عند أميك تنمية وقت ومدة عند الطبيب الجامعي يعني خدمت البروجي خدمت مدة ديش فرد كثير يعني بيسيس وديش فرد حاجة بعد ما سنتم خاصة يعني خاصة الطبيب الجامعي. يعني سيسونيا أمام يعني بالذات أبوان وفليس أبوان الجامعة وكأنكم يعني لكن هو تاني لكن في الجامعة إن شاء الله الجامعة أمام الشرعي اللي انتسمت قبل يعني تكونوا لأنه يسبق الجامعة بدا الشرعي اللي يرمديش يعني بعد ما تكونوا هو فترة زمنية كي تساعدت في المخيم بدا الشرعي اللي يرمي في أفق الرائد نسيم حق شيء عن جهات مقارنة بسات ممكن يكون يشارك مخيم رواد اللي كنا استوشن فور فورس ما استوشن وقت سعد يشارك نفس الحمد لله كنا نتوقع أنه الحمد لله أن استاد يغلب بشكل كان كان لك مشاركة مخيم رواد يعني يوم من شوية يزعون خصصات في الحياة الجامعية داعي نفس مسمار فتاة ينقص التجربة تسعنا في هذا المجال. مهم جدا من جد عشان الإنسان إذا تكلم دكت نقطة وعادت من كل أهل الناس كل المخيم بين شخص وغير يعني معه بعد ما وصل اللي تعمله في المخيم الناس أو الفئات الشخصية من ما عندوش قدرات لكن تسولد من تتواصل إنه على عدم اشتراك ثقة في إلقاء محاضرة للبحث علمي بكل شيء اللي بينك كتبت بالله تعالى أقولي لهم يعني صفحة المخاطر أيضاً نشاط ثقافي متنوع
يمكن أو يجتنسي يستخدم شيء أكثر كذا هو كان التوكسين والجماعات مختلطة يعني منها مختلطة بس يعني مستوعية الدراسية اللي نشارك في المخيم فكل مجموعة توشي يسبرين في أمسيت يعني يستوش المخطوط بلاك يسبب أنتوش تسمى خلاص مطافي يستوش أمسيت يعني بس ثلاثة دقيقة تقدم بس نشاط مطافي وفي هذا الشيء تحكي أكيد يعني التقييم خدمة سنة كبيرة هناك أيضا مسابقة ثقافية بين الطلبة ورمز نشاط رياضي بس الفوتبول كرة القدم بس كرة الطائرة الشطرنج يعني مسابقة في الشطرنج وكرة الطاولة أيضا بين فقرة الفقرة الروحية من قاعدة جرت تمسية القنابس يعني بس يعني لماشي عشر خايف تقريبا تناوى فردية أن يكون حد ديري مع الناس هذا يعزم واحد يسوى نفس تليفون نفس الدورة هذا يعزم يعني يكتب ربي بعد بس فترات يعني بين ساعات مرافقة من قبل الهند وصعب بالرواد أن أسمع لست وش الفرص ممكن أرس وشي كلف كانت أرس يمكن ثلاث ستة بارتجة مع عندي تشيلس فاقنا تقدم غالبا تعبى في الجانب الروحي مستحيل منها تكون في يعني ديك الشهر ثقافي ايضا واش ذكر منظور برامج اللغه الانجليزيه يعني تاخذ من ثلاث ورشات في اللغه الانجليزيه يعني لا ينقص ليش في المهارات يعني بتت المهارات من يعني نجحت نجحت في الشخص بشكل يمد اللغه الانجليزيه خصوصا اللغات الاجنبيه عموما بيسر بسهوله ونجح حصتين اخرين يعني تتبكى يعني نشاط تتبكى يعني شغل ورشات بس حركات كجولة دعاء يعني ألعاب تعليمية للغة الإنجليزية أيضا ربما ثلاث خرجت يعني غنى ربما من نهر البحر يعني لأن ضربت متوبيا وربما مثل مثل بالون دور اليوم على المطة من إحدى الحالة مطة النهر أيضا غنى خرجة ميدانية إلى يعني مؤسسة إلى شركة من شركات الجزائرية تجلس تسمى سيارة ميدانية تورد بمانش يعني تجلس من يفضل يعني إنتاجها وطنها ما شاء الله تقريبا بيوني مجمل برنامج اليومي تلك الفقرات ممكن شقة طبعا من بين أهم الفقرات أنت المطالبة أصبح مكاين بالتأسيس بعد الفطور يعني بعد ما الشارع عدسنا أنفا بشمس شعبسي لمجلس سيفونا على الشعبسي معنا سمحنا بالحب عشر معنا سمحنا بالشارع تدلات لندر يعني المكان ما شاء الله رائع بدك من الزبابس كيجا يعني فترة مطالبات كيبس مدة ساعة أنج بالوقت ما شاء الله. توني أتصورت في الفيلم سوايس في سيارة ميدانية. ما شاء الله. بديس أيضا ما صور بشيء من متابعة بشكل كبير. أنا مثلا نصف ساعة كل جنات يعني قبل كتاب وفي نصف اللي طلع من كتاب. بعد يوم مش عشرة دقائق أو خمس دقائق يكون الدم شحن وش الدم خص فيني عزم السنين. لأنه يعني ممكن تعزم دقيقة أكثر مش لازم نصف كتاب بشكل بسيط ما أكثر من يمكن شهر شهرين يمكن شهر في بهار تلاقى من المصدر خير نكون طالب يريد مصدر ماذا يكون طالب يريد مصدر مجموعة كتب فتي قلت لك أكثر كيرا مرة عن مكتبة المخيم يعني بيكون مثل ترسل بس كتوبة ممكن أن يمكن أن يعزم السوق بنفس المشروع من الفين ما شاء الله هل يصير في إنتاج مرضى؟ في إنتاج المشروع عصر ما شاء الله تجيب يعني أن كطلبة يموت نسيم عبد تقول مراحل يعني الإنتاج يعني ربما يقول المشروع طرق الصوت لما أنت كان يسمون مثل تأهيل إشهار يوم من المنتوجات يعني سوى نظر يعني بين الدروس التباكية والنظرية إلى حصة التباكية أولا سيارة لنزيم المشروبات شمال تتنوى نظرة مختلفة للناس بسوانا إلى أخذ من أجل يتسارز الناس نزيم ممكن خاطر كنت تعزين دقيقة في الأرض تقريبا تلفزيون دقيقة في الأرض تقريبا تقريبا دقيقة في الأرض أخرى شيء شيء مش خدمة تلفزيون على شيء يعني ممكن ينوس إلى رغبة ضمان تعزين ضمان يعني لا تسمون ينوس بس إنه بتصير خدمة سمع التكنسي عاد النفس شيء بيزق على مدير مش ماشي تعمل خدمة أنا شيء شيء على آخر الإنتاج تبغى تعمل أنت قديش أنا نزيم طوطة خضر تبني منتوج أتسيت المراحل من الخطوات اللي نبدا عرفت مش تجاوض إلى المرحلة النهائية أهم الكتب هو عبد الله ربما بعد عنوان إلى المركة ماتش نعجي وبتكلم بقلية طريقة ومصر مخي كتاكت في الشتين ما تفيت عندي شارك أو مشارك أو مواد آخر هذا الشيء الحقيقة أكثر في العالم الدنيا في يعني في
شاف في حد إنسان يشعر فالإنسان الإنسان عبد غاية حيوانية مع الإنسان ولكن نفسه يعني قصة يعني أشاف أشاف أنبياء في بناء الإنسان يشعر بشفاء يعني في الإنسان يعني للأسف يعني تكون لها بحكم انقطاع قصير عن المخيم الشيء اللي بتطلع مع التكليف يعني في الكتب الفكرية يفتح شيء تنفع يعني بتطلع ربما كنت الفكرية في العرب شيء يعني في الحيوانات Thank you.